ويسعد لي اوقاتكم من جديد. اليوم بسوي معكم حلى سريع جدا ولذيذ. بسوي معكم تشيز التمر. مقاديره متوفره اعتقد في كل بيت، التمر موجود في كل بيت، البسكوت موجود في كل بيت، القشطه، النسله، جبنه الكيري، كمان عندي هنا النسكافيه والزبده. بستخدم هنا بسكوت شاي، اي بسكوت شاي عندك، بسكوت ماري، بسكوت ميموري، اللي تبون، المهم يكون مطحون. انا استخدمت هنا باكيتين، طبعا الكميه تعتمد على صينيتك، على حجم صينيتك. انا بستخدم هنا القالب المتحرك حقه الميني تشيز كيك اللي تقدرين تطلعين الحله منه، تجي 24 حبه. فحطيت هنا مبدئيا باكيتين بسكوت، يمكن احتاج اقل اكثر، نشوف الحين. طبعا بخلطه مع زبده مذوبه، هنا تقريبا نص قالب زبده، وبحط معاه ملعقتين قشطه. بعد ما اخلط القشطه مع الزبده مع البسكوت راح احطها بالقوالب. انت ممكن اذا كان ما عندك قوالب ممكن تحطينها بصينيه عاديه، تحطينها كطبقه، وبعدين راح نخلط مكونات الطبقه الثانيه. مقادير الطبقه الثانيه بحتاج تمر، هنا تمر خلاص حطيت تقريبا كوب وربع، عادي يعتمد على حجم صينيتك. انا عشان ابي التمر اكثر والصينية عندي 24 قالب، فأنا أحس إن كوب وربع حلو. حطيت عليه أو ضفت عليه تقريبا كوب موية دافية بس عشان أبي التمر يلين، وبضيف له ملعقة نسكافيه، ممكن تستبدلينه بشوكلت باودر، بس النسكافيه بيعطيها طعم مرة لذيذ. بحط عليه باقي القشطة اللي ضفناها للبسكوت، 6 حبات كيري، وحليب مكثف محلى تقريبا نص العلبة الكبيرة، بس بشوف ممكن نصها، ممكن أكثر، ممكن أقل، بشوف وبعلمكم الحين. هذا كله بجمعه بالخلاط، وهنا راح أخلطهم مع بعض، ملعقتين القشطة مع الزبدة مع البسكوت، ونحطها بالقوالب. الحين البسكوت أول شيء بخلط معه الزبدة وملعقتين قشطة. ممكن ترى بالخليط الطبقة الثانية ممكن نزيد قشطة إذا حسينا أنها تحتاج. هذولي بخلطهم مع بعض، نسويها زي العجينة عشان نحطها بالقوالب. خلاص خلطت البسكوت مع الزبدة والقشطة، احتجت أني أحط ملعقة ثالثة، فأنتم تشوفون يعني بحيث أنها تصير كأنها عجينة كذا لينة، تقدرون أنكم أنتم تحطونها بالصينية أو بالقالب. ممكن اضطر انا بالطبقة الثانية اني ازيد قشطة، لاني انا استخدمت قشطة يمكن تقريبا 3 ملاعق كبيرة يعني. فاذا كان باكيت واحد اعتقد ملعقتين كفاية، لكن اذا كان باكيتين لا ممكن تزيدون، تصير 3 ملاعق الى 4 ملاعق. الحين راح احطها بالقوالب. شوفون شلون الحين حطيت الطبقة الاولى، طبقة البسكوت مع القشطة مع الزبدة. وتجيبون اي حاجة ثقيلة مثلا يد الهون، يد النجر، اللي تبون ترصونها راس بحيث انها ما تتفكك عليكم، كذا تضمنون انها كذا متساوية ومرصوصة بالصينية. طبعا انا فضلت هالقالب زي ما قلت لكم لانه متحرك، سهل اني اطلع القالب منه. شوفون شلون من تحت يطلع بسهولة. فبحط الحين البسكوت هنا، وبعدين نضيف لها الطبقة الثانية من خليط التمر والجبن والخلطة الثانية يعني. حطيت في الخلاط التمر والحين الجبن والقشطة، ونبي نضيف كمان حليب نسلة نص العلبة الكبيرة، وبشوف الحين بضيفها. بعد ما خلطت مقادير الطبقة الثانية نضيفها فوق البسكوت ونحاول نواسيه. أهم شيء تواسونه، وهنا كمان خلاص. الحين بعد ما حطيت الطبقة الثانية بحط الصينية بالفرن، الرف يكون على الوسط، النار من تحت، درجة الحرارة تقريبا من 160 إلى 170، ما تاخذ أكثر من 6 دقائق، بس أبي الطبقة تجمد شوي، لا تبعدون عنها.
كمان ما بيكم تطولون بالفرن علشان البسكوت ما يحترق عليكم، بس نبي الطبقة اللي فوق تجمد شوي. وهذه الصينية بعد ما طلعتها من الفرن ما طولت معي يمكن 7 دقائق بالكثير، بس انتظرها تبرد وأطلعها من القوالب وأزينها. تزينينها بأي شيء تبين، فستق تبين، جوز هند محمص، اللي تبين أنت حرة طريقة التزيين. وهذا الحلى بدينا نطلعه يطلع معنا بكل سهولة، وتزينونه بالطريقة اللي أنتم تحبون. وهذا تشيز التمر وجهاز، زينته بجوز هند محمص ومبشور. طريقة جدا سهلة وما تاخذ وقت، ما أخذت مني وقت أبد. أبى أشوف تطبيقاتكم عليها وبالعافية.